Captain Card, officers and sailors of the USS Abraham Lincoln. في الحادي عشر من أيار مايو عام 2003 زار الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش سفينة USS إبراهام لينكولن. كانت الشمس على وشك الغروب في ولاية كاليفورنيا التي كانت تبث خطابه بشكل مباشر، ذلك الخطاب الذي توجه بهذه الجملة الرئيسية: العمليات تمت بنجاح. كان المقصود من إشارته إلى كلمة العمليات هي الغزو الذي قامت به القوات المشتركة التي ضمت أمريكا وبريطانيا وأستراليا للعراق، والتي نفذت في 19 من أذار مارس جواً والعشرين من أذار مارس 2003 عن طريق البر، والتي استمرت لأكثر من شهر بقليل، بما في ذلك 26 يوماً من العمليات القتالية الكبرى تحت مسمى تحرير العراق. شكلت تلك العمليات العسكرية لاحتلال العراق بداية لقتل وتهجير وتشريد أبناء الشعب العراقي على مدى ما يقارب 20 عاما. فحسب إحصائيات المفوضية العليا للأمم المتحدة، تم التأكيد على أن هنالك ما يقارب 5 ملايين من العراقيين أصبحوا مشردين من منازلهم منذ الغزو الأمريكي وحتى عام 2015، شاملاً كل المذاهب والأديان والإثنيات من مختلف أطياف الشعب العراقي. حيث تؤكد الإحصائيات تقلص عدد المسيحيين العراقيين على سبيل المثال من 1.5 مليون عام 2003 إلى 500 ألف شخص فقط عام 2015. يأتي هذا في وقت وحسب الإدعاءات الأمريكية الكاذبة في دفاعها عن حقوق الإنسان قد تقبلت أقل عدد ممكن من اللاجئين العراقيين على أراضيها، ذلك لأنه حسب الإحصائيات المثبتة فإن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بقبول لجوء 84 ألفا من بين أكثر من 2 مليون لاجئ عراقي على مستوى العالم، وقد جاء هذا في أسوأ الظروف التي عاشها وتحملها العراقيون منذ الغزو الأمريكي، وليس انتهاء بالمذابح التي قام بها داعش على أرض الرافدين. حول هذا الموضوع أكدت صحيفة نيويورك تايمز في أيلول سبتمبر عام 2007 أن عدد اللاجئين العراقيين قد تضاعف بشكل مضطرد بعد قرار أمريكا بزيادة عديدها من القوات القتالية في العراق. والأسوأ من كل هذا فإن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وحسب تقريرها تؤكد بأن عدداً كبيراً من اللاجئين العراقيين يعانون من أمراض نفسية إلى درجة دفعت الحكومة الألمانية إلى تقديم الخدمات الطبية النفسية للاجئين العراقيين في ألمانيا. كل هذه المصائب والأحداث إنما هي حصيلة لقرار جورج بوش في أيار مايو عام 2003 والتي سماها بالعمليات الناجحة.